بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. فيديو اليوم عن موسم ثمار التين، وهذا تين بلدي. شايفين معنا في الفيديو، هذا تين بلدي من منطقة موازي. شايفين ما شاء الله عليه، حبته كبيرة، من أفضل التين في فلسطين. هناك أنواع كثيرة وعديدة في فلسطين، منها هذا التين الموازي. شايفين واللون أبيض من جوا. اكتبونا في التعليقات إيش أنواع التين عندكم في بلدانكم، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، مصر، العراق، المغرب. هذا من أفضل التين في فلسطين قطاع غزة. أتمنى الفيديو ينال إعجابكم أعزائي المشاهدين. ما تنسوناش ترك تعليق أسفل الفيديو والإعجاب والاشتراك.